نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي. النهاردة شبكة مراسلينا بصراحة عاملين مجهود كبير جدا، سواء فاروق صلاح مراسلنا اللي كان معانا من شوية أو حتى محمد توفيق مراسلنا العزيز وزميلنا العزيز اللي هيكون معانا دلوقتي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة برضه عشان يقول لنا كل التفاصيل الجديدة وآخر تطورات الوضع داخل القلعة الحمراء. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، قول لنا الانطباعات عند اعضاء النادي الاهلي بالتحديد، وانت موجود في النادي من بدري في اعقاب الاعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وكمان انطباعاتهم بعد وصول الراجل ودخوله مقر النادي الاهلي بالجزيره وكمان استاد مختار التتش. يعني بالفعل يا امير، بمجرد وصول الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، يمكن عاوز اقول لك يعني هنا حاله كبيره جدا من الاعضاء امام الشاشات كلها هنا مشغله قناه النادي الاهلي بيتابعوا التغطيه الخاصه من قناه النادي الاهلي لوصول المدير الفني النهارده او كمان على الحسابات الرسميه للنادي الاهلي. طبعا من الاشياء الايجابيه والانطباعات الايجابيه اللي حصلت بسرعه جدا ان بتتكلم في مدير فني امير، بمجرد ما نزل من الطائره الساعه 4:30 كان متواجد بعدها على طول باقل من ساعتين في مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن زي ما شفت من اللقطات اللي وصلتكم في قناه النادي الاهلي وكل جماهيرنا شافوها، الراجل كان حريص انه يشوف كل حاجه جوه النادي الاهلي، غرف الملابس، قاعات المحاضرات، الجيمنازيوم كمان، الساونا، الجاكوزي، كل حاجه متوفره وكل الامكانيات المتوفره، واللي اعتقد يعني ما تقلش خالص عن الامكانيات المتوفره في كل الانديه الاوروبيه موجوده هنا داخل النادي الاهلي. كان حريص كمان مستر مارسيل كولر انه يشوف ارضيه الملعب، انه يمشي على ارضيه الملعب. يمكن اكيد شفتوا اللقطه الشهيره كلها اللي كل الناس يعني بتعلق عليها ان الراجل جرب النجيله بنفسه وجري عليها. كان حريص كمان انه يتكلم مع المهندس المسؤول عن ارضيه استاد ومختار التتش، يتكلم معاه في كل التفاصيل عن ارضيه الملعب، عن ارضيه الملعب وعن كل الحاجات المتعلقه بيها. كمان طلب اضاءه استاد مختار التتش هنا في الجزيره عشان يشوف الاضاءه بتاعته وهي منوره. كمان في لقطه يعني كان بيتكلم فيها مع المهندس خالد مرتجي اللي بيتكلم عن صور الشهداء الموجودين هنا في ملعب مختار التتش، يعني سالوا الصور دي تخص مين، فطبعا المهندس خالد مرتجي قال له ان دول شهداء النادي الاهلي وحكى له الواقعه كامله، وحكى له الصور دي موجوده ليه في المكان دوت وان دي حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. ده طبعا عمل انطباع ايجابي جدا داخل فرع النادي الاهلي هنا بالجزيره، وكمان لدى جمهور النادي الاهلي اللي بدا نشوف تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي يا امير. الراجل متحمس جدا وواضح جدا انه متفائل، كمان المساعدين بتوعه يمكن موجودين في الملعب لحد هذه اللحظه بيبصوا على الملعب بيتفرجوا على كل حاجه ملمه هنا داخل النادي الاهلي بالجزيره. كمان زي ما انت قلت يا امير ان شاء الله هيبقى في اجتماع بكره مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وفي كمان اجتماع مع لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيكون على طول بعد اجتماع المدير الفني مع كابتن محمود الخطيب عشان طبعا يتعرف على اللاعبين. طبعا كان برفقه الجهاز الفني طبعا يعني فور وصوله المهندس خالد مرتجي والكابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، وكمان كان في استقبالهم المدير الاداري للنادي الاهلي كابتن سمير عدلي. حاله من التفاؤل زي ما انت اتكلمت في البدايه امير هنا لدى اعضاء وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكتمل بموسم ان شاء الله يكون ناجح النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيدخلها باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا توفيق، بس برضه قول لي يعني انطباعات الاعضاء ايه، الناس استقبلت الراجل ازاي في النادي؟ اكيد كان في تلهف كبير لالتقاط بعض الصور التذكاريه مع المدير الفني للنادي الاهلي، واكيد دلوقتي هو بقى الراجل معروف بالنسبه للوجوه، وانت كنت قريب من الاعضاء، هل لمست انطباعات؟ هل في تعليقات بالتحديد منهم؟ بالطبع يا امير زي ما انت بتتكلم حاله ترقب كانت كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، وفور الاعلان عن الجهاز الفني الناس طبعا كانت متشوقه كلها انها تشوف المدير الفني الجديد النهارده. ولكن طبعا انت عارف كعاده النادي الاهلي دايما بيبقى فيه سيستم وفيه نظام، يمكن تم دخول الجهاز الفني من نفس مدخل اللاعبين الخاص اللي تم استحداثه طبعا منذ فتره طبقا لتعليمات مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، ان في مدخل خاص باللاعبين، الباركنج الخاص بالفريق الاول والجهاز الفني، طبعا تم الدخول من ليه. الراجل دخل على طول على غرف الملابس يعني اسفل المدرجات ملعب مختار التتش، تم زي ما قلت لك كل الزياره اللي انت شفتها دي يا امير، ودخل الملعب وخرج ولم يتم لسه دخوله الى يعني الجزء الاجتماعي في النادي. تمام. او المكان الاجتماعي اللي موجود فيه الاعضاء كان في فصل تام جدا وفي حرص تام جدا ان الراجل جاي، هو كان حريص جدا فور وصوله للقاهره انه يشوف كل حاجه موجوده في النادي، الامكانيات اللي موجوده في الملعب الموجوده، الامكانيات الموجوده في غرف الملابس. اعتقد بكره هيبقى بقى يعني زي ما بنقول الجزء اللي هو هيتم التقاط الصور التذكاريه مع الاعضاء او يبقى في تواصل مباشر مع الاعضاء ان شاء الله هيكون بكره وتواجده باذن الله لاجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومن بعده ان شاء الله الاجتماع اللي هيقام مع لاعبي الفريق الاول باذن الله يا امير. ان شاء الله يا توفيق باذن الله الاهلي يكون موفق. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل القناه.